انعقد يومه الخميس 9 شوال 1445 الموافق ل 18 أبريل 2024 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي. وفي بداية أشغال هذا المجلس وارتباطا بمشروع القانون رقم 2224 بتغيير وتتميم القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقديمه ومناقشة خطوطه العريضة في أفق عرضه للمصادقة في اجتماع مجلس حكومي لاحق. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223-11-19 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. وإتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 122-34 بتاريخ 23 من شوال 1443 24 ماي 2022، والتي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري يجب أن يسجلوا ضمن قائمة المحكمين، كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها. وفي هذا الإطار وبموجب مشروع هذا المرسوم يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها ومسطرة التسجيل، وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223-681 يتعلق بتصميم الطائرة وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه السيد محمد بن عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40-13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة، كما يندرج في إطار ملائمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 157-172 والذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة، سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحيات الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة. ووصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023، والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 من سبتمبر 2023،
ومشروع القانون رقم 1024 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمتهما السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نيابة عن السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا الاتفاق إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام من خلال التنفيذ الفعال لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وكذا تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين. إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي. مروا الأسئلة. مرحبا سيد الوزير. أهلا وسهلا. سيد الوزير، السؤال ديالي كيتعلق بموسم الفلاحي باستعدادات عيد الأضحى. هناك تخوفات من بعض المواطنين بأن القطيع الموجود حاليا لا يكفي يعني لموسم البيع الخاص بعيد الأضحى، طبعا بسبب يعني الجفاف وما إلى ذلك. هل الحكومة واعية بهذه التخوفات يعني، ولديها خطة لمواجهة هذه المشكلة؟ وكنا شفنا قبل يومين اجتماع لوزير الفلاحة مع مهني القطاع وما إلى ذلك. هل يمكن سيد الوزير يعني خلاصة هذا الاجتماع والحكومة واش كدير في هذا السياق هذا؟ شكرا. تحية طيبة. أهلا وسهلا. محمد فرنان تلك العربي. أولا عيد الفطرة سعيد وعواشر مباركة. سؤالي يتعلق بتقديم رئيس الحكومة عز أخنوش الحاصلة النصف سنوية. في هذا الصدد أجل مجلس النواب الجلسة التي كانت مقررة، يعني البرلمان أجل هذه الجلسة التي كانت مقررة يوم الأربعاء إلى وقت لاحق. هذا التأجيل يوم الثلاثاء تزامن مع ندوة حزب العدالة والتنمية حول الحصيلات الحكومة، مما جعل البعض يربط بينهما، يعني هذا التأجيل سببه الندوة. هل من توضيحات حول هذا التأجيل؟ سيد الوزير، محمد شاكر، موقع 360. سؤالين إذا كان ممكن. الأول وهو المحطة ديال تحلية الماء ديال الدار البيضاء اللي تتعرف واحد تأخر في بداية الأشغال. قيل أنه غادي يكون في بداية السنة، في بداية أبريل، البداية ديال الشهر أبريل، ولحد الآن ولو آلة ديال هاد الأشغال ما هي في عيد المكان. ما هي السبب ديال هذا التأخير؟ ثانيا وهي الوضعية ديال الطلبة في الطب. هل الحكومة عرفت تغييرا في موقفها أو لا زالت متشبثة بما صرحت به في الأسابيع الأخيرة؟ شكرا. تحية طيبة سيد الوزير. تفصلنا أيام قليلة عن فتح ماي. ما هي مستجدات الحوار الاجتماعي مع النقابات؟ وما هي السيناريوهات الممكنة فيما يتعلق أساسا بموضوع التعاقد وأيضا ملف الإضراب وقانون النقابات؟ ثم غير في ارتباط بما يقع في البرلمان، غير تعليق للحكومة، طبعا ثم الناطق الرسمي باسم الحكومة يعني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، شنو تعليق الحكومة على الجدل الدائر في البرلمان ربما اللي يعني أدى إلى تعطيل العمل ديال البرلمان، وربما يكون أحد أسباب طبعا تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة. شكرا. شكرا. تحية طيبة. مصطفى الحجري، موقع نيشان. الحكومة اعتمدت آلية ديال الدعم لتخفيض الأسعار ديال اللحوم الحمراء. حاليا اللحم قرب من 140 درهم للكيلو. بغينا نعرفوا شنو التفسير ديال الحكومة. ثانيا ارتباطها بالدعم المباشر، هضرتوا في ندوة سابقة على حالات معزولة. المعطيات المتوفرة كتقول بأنه كاين آلاف ديال الأسر اللي تم السحب ديال الدعم المباشر منها. بغينا واش كاين شي أرقام، مادام أنه كاين تدبير ديال العملية كيتم بسجلات ومعايير واضحة. مساء الخير سيد الوزير. بعض أسئلة طرحها الزملاء لدى عيدك كمستجدات الحوار الاجتماعي وغلاء
أضحية واللحوم. غادي نمشيو سؤال بسيط جدا يتعلق بموقفكم مما قالته المعارضة في جديد أن الحكومة فشلت في تدبير فهاد الولاية منتصف الولاية فشلت في تدبير قطاعات مهمة وأنه خاب ظن زعمائها فيما مقارنة بين البرنامج الحكومي وما تم تنفيذه. ما هو تعليقكم على رأي المعارضة في هذا الشأن؟ شكرا على الأسئلة حضرة السيدات والسادة التي تفضلتم بطرحها. طبعا نبدأ بالسؤال، يمكن نبدأ بالسؤال الأخير وهكذا نجي طالع هيك. فبخصوص هل يعني الحصيلة ديال عمل الحكومة في منتصف الولاية، نعتقد بأنه من السابق لأوانه الحديث على حصيلة بقي ما تقدمتش. فالأحكام ربما والنقاش اللي غادي يكون داخل مؤسسة البرلمان، وطبعا تحليل اللي غتعملوه انتوما كصحفيين وكرجال ونساء الصحافة، وأيضا المهتمين والخبراء والمتتبعين للسياسة العمومية في بلدنا، ما غادي يعملوه بناء على حصيلة. الحصيلة الآن لم تقدم. أنا غنقول لماذا لم تقدم. الفصل 101 من الدستور صريح كيقول ما يلي، كيقول يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان، نيش نقوله أمام البرلمان، في جلسات مشتركة على أن يتتم مناقشة هذه الحصيلة المرحلية في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين. يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. الذي وقع في هذه الحالة وأن السيد رئيس الحكومة هو الذي بادر عبر رسالة طلب فيها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أنهم يبرمجوا واحد الجلسة مشتركة لكي يتم تقديم هذه الحصيلة في هذه الجلسة المشتركة. طبعا توصلنا إلى اتفاق مع مجلس النواب ومجلس المستشارين على التاريخ، لأنه نعرف بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هما سلطة مستقلة، لكنها الدستور والقرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهم أن يتعاونوا وأن يتكاملوا، وهذا ما نقوم به. نحن لا نملي آراء على البرلمان، ولكن نصل إلى حلول ونصل إلى اتفاقات مع البرلمان، وهذا هو الذي وقع. الذي وقع هو أنه بالفعل توصلنا إلى اتفاق على أن يأتي بموجب هذا الاتفاق السيد رئيس الحكومة إلى البرلمان، أعيدها مرة أخرى، بمبادرة منه، وهذا ينم على أن الحكومة تحترم البرلمان، تقدر دور البرلمان، تعتبر بأن البرلمان هو الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية، لمناقشة السياسة العمومية، وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان. نبدأ بالمؤسسات، منين نقدموا الحصيلة في البرلمان، آنذاك سنفتح المجال لمختلف الفضاءات، سواء كانت جامعية أو معكم أنتم حضرة السيدة والسادة الصحفيون، أو مع المهتمين، أو مع الخبراء، ونقيم. فالذي وقع هو أنه السيد رئيس مجلس النواب راسل السيد رئيس الحكومة يخبره بمراسلة مكتوبة بأنه نظرا لتعذر تشكيلي يعني الهيئات ديال مجلس النواب فهو يقترح تأجيل هذه الجلسة. طبعا رئاسة الحكومة والحكومة امتثلت لهذا القرار، ونحن الآن ننتظر أنه يتم هذه العملية، وحينما ستتم سنتفق مرة أخرى في إطار التعاون والتوازن ما بين المؤسسات من أجل أن يحضر السيد رئيس الحكومة إلى البرلمان. ومن نقدموا هذه الحصيلة أنذاك سوف نرى ما الذي قامت به هذه الحكومة وإلى أي مدى توفقت في هذه الملفات التي عالجتها، وأنذاك سوف يكون النقاش في هذا الموضوع. المسألة ديال التعليق ديال الحكومة، أنا لا حق لي أن أعلق على مجلس النواب، لا أملك هذا الحق. مجلس النواب ومجلس المستشارين هي مؤسسات مستقلة، أنا لا أعلق عليها ولا يمكن لي أن أعلق عليها، فبالتالي عندها كامل الأريحية وعندها الفضاءات ديالها وعندها القوانين ديالها وعندها القوانين باش تدبر أمورها، وحينما سوف تكون هذه المؤسسات يعني مستعدة، نحن كحكومة مستعدون لكي نخضع لهذا التمرين الديمقراطي المفيد جدا لبلادنا. الموضوع المرتبط ما قامت به الحكومة في موضوع يعني الدعم عموما، أنا نسميه الدعم عموما، هذه الحكومة حينما نصبها أو حينما عينها جلالة الملك ونصبها البرلمان اشتغلت وفق
أفق واحد ونفس واحد، هو النفس الاجتماعي الذي لا تخطئه العين. نعيا ونتكلم ونناقش هذا الموضوع، هذه حكومة اجتماعية بامتياز. لماذا؟ لأنها بالإضافة إلى الانخراط ديالها القوي في الملفات الاقتصادية لم تغفل الملفات الاجتماعية. هل كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية أم متضامن مثلا اللي فيه اليوم حوالي 10.5 مليون مغربي اللي الآن يعالجون في المستشفيات العمومية بالمجان، يعالجون في القطاع الخاص، شأنهم شأن المستفيدين من لاسينيسيس. هذا يكلف الدولة 10 مليار ديال الدرهم، هذا عمره ما كان. الرميد في صيغته القديمة كنعرفوا شحال كان كيكلف الحكومة السابقة، 25 مليار درهم بخصوص هذه السنة هذه للدعم الاجتماعي اللي كيمشي الآن. وسأعيدها مرة أخرى، الحكومة لم تراجع أي مؤشر سواء ديال المتضامن أو ديال الدعم الاجتماعي. الموضوع أيضا مرتبط بدعم الأسعار، صندوق المقصة في صيغته المعروفة، تدخل عبر 10 مليار ديال الدرهم في المدخلات الفلاحية لتخفيض مجموعة من المواد الأساسية خاصة الفلاحية التي يستهلكها المغاربة، الدعم الموجه للنقل واللي كنعرفوا بأنه بلغ 7 مليار ديال الدرهم. هذه أرقام عصية على أنه يعني نبعدها على عيوننا، ما يمكنش. هذه أرقام ناطقة تتكلم. الحوار الاجتماعي الكلفة دياله الآن، كلفة الحوار الاجتماعي رحنا في 21 مليار ديال الدرهم، وحنا الآن نجلس مع النقابات ونتناقش في جلسة الآن، نتمنى إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة أننا نتفق إلى اتفاق، وقعنا اتفاق سابق، واليوم سوف إن شاء الله نشتغل مع النقابات في هذا النفس الاحترام والتقدير والتقدير ديال المصلحة الوطنية، وأيضا من أجل أننا نعالج مشكلات طالت سنوات. هذه أرقام. فبالتالي المجهود الذي قامت به الحكومة في الدولة، بلا ما نتكلم على الإصلاح المنظومة الصحية، بلا ما نتكلم على الإصلاح ديال المنظومة ديال التعليم، بلا ما نتكلم على ميثاق الاستثمار اللي مرتبط بالشغل، واليوم ناقشنا واحد من القوانين الأساسية ثم كلكم كتعرفوا الأهمية ديالو اللي مرتبط بالمراكز الجهوية للاستثمار. الخطوط العريضة اليوم تناقشت على أساس أننا نصدقوا عليه قريبا، غيقدم إجابات كبيرة جدا حول أسئلة مطروحة على الاستثمار في الجهات. لا يمكن أن نغفل هذه الأرقام هكذا. هذه أرقام قوية معبرة تعبر عن انخراط الحكومة في هذا المجال. بخصوص محطة الدار البيضاء، ربما إلا غنتفقوا محطة ديال التحلية، إلا غنتفقوا على التأخير، نتفقوا على التأخير شحال هذه، كان تأخير شحال هذه، إنما الآن ليس هناك أي تأخير. هذا مشروع كبير جدا بإمكانيات مالية كبيرة جدا بمواصفات تقنية كبيرة جدا. فالأمور ديال هذا المشروع هذا، لأن مسألة الماء باش نكونوا واضحين، مسألة الماء ما فيهاش أي مجال باش يأخرها أيا كان. نحن نسارع الخطى في موضوع الماء لكي نكون في الموعد. كنعرفوا بأن الوضعية المائية في بلادنا مقلقة، فبالتالي فين ما كاين الإمكانية من أجل تسريع مشروع أو لا منشأة أو لا سد أو لا ربط أو لا كذا، تسرع الحكومة. والدليل هو الربط ما بين الحوضين ديال سبو وبرقرق 8 الأشهر بكفاءة مغربية. التأخير كان زمان، التأخير ما كاينش الآن. نحن الآن نقوم بتنزيل هذا الورش مع الشركاء ديالو في الأجال، وإن شاء الله غادي نكونوا في المواعيد المحددة واللي مرسومة في هذا الموضوع. طلبت الطب أنا تكلمت عليه وقلت بأنه السيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي تحدثوا هذا حول هذا الموضوع وقدموا فيه إجابات على مختلف الأسئلة التي طرحت. استعدادات ديال عيد الأضحى، يمكن راني جاوبت على الحصيلة، جاوبت على السؤال ديال الحصيلة التأخير ديالها اللي قلت بأنه مرتبط بالمراسلة ديال السيد رئيس مجلس النواب. الآن الموضوع ديال 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 عيد الأضحى، موضوع عيد الأضحى كان فعلا موضوع اجتماع الذي ترأسه السيد الوزير مع المتدخلين في القطاع، وأيضا كان موضوع ديال واحد المساءلة في مجلس المستشارين من طرف المستشارين اللي سألوا السيد الوزير وقدم معطيات. دابا الآن نحن نعرف بأنه هناك جوج ديال العمليات تقوم بهم الحكومة في هذا المجال هذا. كاين العملية الطبيعية والعادية اللي هي الترقيم والجودة والمراقبة، ولكن أيضا هناك عملية ثانية هي أنه نفتحوا المجال ديال الاستيراد. كانت عملية السنة الماضية، واليوم كاين عملية جديدة هذه السنة هذه، لكن هذه السنة هذه هناك رغبة في أنه الأرقام والأعداد تكون مضاعفة. كنتكلموا الآن على 600 ألف، قدروا نمشيوا لأكثر، لكن يجب أن نعرف بأن هذا موضوع معقد.
ماشي فقط ملي كتحط واحد الميكانيزم ديال الدعم وكتفتح الدعم راه كيجي الاستيراد بسهوله. هناك مجموعه من القضايا المعقده والمركبه اللي كتدخل في هذا الموضوع. فالحكومه حاولت انها تبسط المسار اللي كان السنه الماضيه، حاولت انها تقننه باش تكون واحد الجديه ويكون واحد يعني ويكون ايضا واحد السهوله، لكن نتمنى ان الاستجابه تكون قويه باش نقدروا اننا نوفروا هذه الاضاحي ان شاء الله وتمر الظروف ديال العيد في ظروف جيده. شكرا لكم.